اعتذار زوج أحلام عادل البروجر الشهيرة بعد خبر طلاق أحلام عادل. ناس كتير جدا ما كانتش مصدقة إن الخبر ده حقيقة، ولكن فعلا الخبر ده يا جماعة حقيقة، لدرجة كمان إن جوزها اللي قدام حضراتكم ده طلع وأكد وقال إن فعلا في مشاكل وفي خلافات، وإن هو بيعتذر ليها وإن نفسه يرجع لها مرة تانية والأمور تبقى كويسة زي الأول، وإن حصل مشاكل ما بينها ما بين جوزها. تعالوا نشوف ونعرف كل التفاصيل والخبايا اللي ورا الفيديو، نرجع لبعض مره تانيه. انا اول مره اعمل فيديو واطلع اتكلم فيه. حصل بيني وبين جد، يعني بيني وبين احلام شد في العمره، ويعني خلاف وشدينا مع بعض، وانا شديتها يعني شديتها وزقتها، وده ما كانش لازم يحصل خالص. واما رجعنا من العمره صلحتها وكنا كويسين، وبعدين رجعنا حصل مش يعني حصل خلاف تاني وزعلت مني. فطبعا هي افتكرت كل يعني كل اللي انا كنت بعمله، فاتمنى يعني ان هي ما تزعلش مني والدنيا تروق، وانتوا تدعوا لنا ان ربنا يصلح الحال، وان شاء الله. يعني هو سنه اولى جواز بتبقى فيها شد وفيها كل حاجه، ولسه في طباع وعائلتين بيتعرفوا على بعض وبنطبع على طبع بعض، فربنا ييسر الدنيا ان شاء الله. وهنروح لحد متخصص، يعني انا هروح لحد متخصص ان هو يعني يبقى فيه كلام، ونعرف ان احنا ازاي نتعامل مع بعض، نعرف ان احنا ازاي نتفاهم مع بعض. كل اللي انا بحتاجه منكم ان انتوا تدعوا لنا ان ربنا يهدينا. الكلمة الحلوة في الوقت ده بتبقى كويسة.